انا هبدا كلامي مع حضرتك عن كولر مباشره، ان بعض الناس طيب، بس خليني ابدا مع حضرتك واقول لك ان احنا لازم نحط اساس نتكلم عليه. هل في حد اهلاوي مش مقتنع ان احنا عندنا مدير فني على اعلى مستوى؟ كلنا مقتنعين، وجهة نظري، وكلمت كتير من الجمهور. وبالمناسبة انا دايما لما باجي اتكلم بتكلم مع الجمهور، جمهور معرفوش، يعني ممكن حد يكلمني في التليفون يقول لي اسلام والله الوضع 1 2 3، اسمع منه عادي جدا، لان انا بحب اعرف اراء الناس. فالناس تقول لي احنا كولر ده واثقين فيه جدا جدا جدا، طب كويس، ولكن هو بيخطئ في بعض الاوقات. اقوم انا رادد قايل لهم يا جماعه ما هو كلنا بنخطئ، كلنا ساعات بنبقى غلطانين، ولكن الاساس ان انا مقتنع بهذا الشكل او بهذا الرجل او بهذا المدير الفني الرائع اللي جاب لنا خمس بطولات، لسه ما جابش الست، اللي جاب لنا خمس بطولات. فده الاساس اللي انا دايما ببني عليه، ان انا وكل او معظم الاهلاويه حابين الراجل ده جدا، وشايفين ان هو واحد من المديرين الفنيين العاقلين جدا واللي بيعرف يعمل، ولكن بيخطئ في بعض الاوقات، بيخطئ، مفيش حد ما بيخطئش، مش يعني كلنا بنخطئ. فمثلا من ضمن الاقاويل اللي بنسمعها، وزي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا مجموعه متخصصه بنقعد نسمع، فبقول له احنا بنتكلم عن الناس بتتكلم عن كولر، ما هو قد يكون مخطئ في بعض الاوقات. يقول لي اه يا كابتن، ولكن احنا لازم نفضل في ظهر الراجل خلال الفتره اللي جايه، لانه احنا مش عايزين الموضوع يوصل لمناطق اخرى. فبالتالي كلنا مقتنعين بهذا الرجل، وده الاساس اللي احنا بنتكلم عليه. لكن تصل ان احنا نقول ان راجل، حد بيقول كده، حد طلع قال كده، قال لك يا جماعه كولر الكره ماشيه معاه او الفوز ماشي معاه بالحكام. يعني هل دي كلمه حد يقولها او لعيب كره قدم سابق يقولها؟ محلل دائما بينتهج طريقه التهريج على الشاشه وفي فيديوهات اليوتيوب. ليه بيعمل كده؟ ليحقق مشاهدات، والناس تقول فلان قال كذا، عكس الاتجاهات. وكالعادة مع أي مباراة للنادي الأهلي حتى والأهلي كسبان برضو الكلام في اتجاهات سلبية. أنا ما بتكلمش على المباراة السابقة تحديدا، أنا بتكلم بشكل عام. هي دي مش اتجاهات سلبية بالمناسبة، ولكن هي اتجاهات خزعبلية. أنا ممكن أتكلم زي ما هو بيتكلم، الحمد لله ربنا بيكرمنا ودايما بناخد بطولات. كل هذه البطولات اللي بناخدها بسبب التحكيم، بقى الاهلي بيكسب بالحكام وكولر بيكسب بالحكام. يا استاذ فلان او يا كابتن فلان، شكلك بقى وحش وكلامك بقى ملوش لازمه، زهقنا، اسلوب رخيص، اسلوب خلاص الناس كلها زهقت منه. ما ينفعش ان انا ما ردش على كلامك، يعني احنا كنا لسه في حوار هل نرد على هذا الكلام تاني ونقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله كل يوم؟ فلازم نرد على هذا الكلام، لان هي الفقره اسمها، فقرتنا اسمها فقره حائط صد، عشان نرد على الناس. فاحنا اللي بيطلع يتكلم دلوقتي بيقول نفس الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده، هل ده كلام طبيعي اللي بيطلع يتقال كل شويه ده؟ انا بشوف ان اللي بيحصل ده هو يعني بيسمم افكار شباب صغير بيتفرج عليه، بيتفرج عليه عشان يضحك مش عشان حاجه تانية. والله ده ناس كتيرة اللي قالت لي هذا الكلام بالمناسبة، وهو نفسه عارف الكلام ده. جمهور الأهلي في مثل هذا التوقيت لازم يكون حائط صد قصاد كل المحاولات اللي بيعملها الناس اللي زي الشخص ده، لأن هم الهدف شيء واحد فقط، إن هم يشككوا جمهور الأهلي في المدرب. برضو محدش يفهم كلامي إن أنا راضي عن مباراة الجونة. لا، ممكن على فكرة مرة تانية وتالتة وعشرة، والله العظيم ده بيحصل وجائز جدا. في مدربين بيغلطوا كتير، وفي لعيبه بتغلط كتير. في لعيب يعني كره بتيجي، كره بتتلعب بالعرض واجي اطلعها احطها في الجون بتاعي، هل ده معناه ان انا قصد احطها في الجون بتاعي؟ لعيب غلط. فدايما اذا كان هناك بعض الاخطاء لا تمنع ان احنا الاساس بتاعنا ان احنا مقتنعين بهذا الرجل وهنفضل في ظهره، لانه الفريق ما بيأديش الاداء اللي الجمهور عايزه بالمناسبه او متعود عليه. الموسم اللي فات اللي كان فيه خمس مشاركات رائعه، سواء في كاس العالم، ومشاركه جيده الحقيقه في كاس العالم للانديه، ولكن في نفس الوقت
ما ينفعش ابدا امشي ورا مثل هذا الكلام. لان الناس دي اللي بتقول هذا الكلام والله العظيم ثلاثه اللي هم، انا بتكلم على شخص معين، لكن جمهور الاهلي من حقه ينتقد ومن حقه يقول اللي هو عايزه. الناس اللي زي الشخص ده ما بتحبش النادي الاهلي، هدفها ان هي تعمل وقيعه ما بين الجمهور واللاعبين والجهاز الفني. خلي بال حضراتكم من هذا الكلام. ولا كولر وحش، ولا كولر بيكسب بالحكام، ولا الكلام اللي حضراتكم سامعينه ده، ولكن هي ظروف بدايه الموسم. ظروف بدايه الموسم اللي احنا فيه ده مختلفه عن كل المواسم السابقه. واضطريت تبدا الموسم بمواجهات عاليه رتمها عالي وقويه، سواء في بطوله الدوري الافريقي مع وجود اصابات وعدم توفيق. انا كاهلاوي معترف ان احنا عندنا بعض المشاكل، ولكن اخطائي هصلحها. النادي الاهلي كده، عمركم شفتوا حاجه تانية غير اللي انا بتكلم فيه؟ اذا كان هناك اخطاء هتتصلح، مش اذا كان هناك اخطاء سيتم اصلاحها خلال الفتره اللي جايه. انا كنادي اهلي انا بعرف اقيم اموري ازاي، مش مستني حد ما بيحبش النادي الاهلي ويقول لي كلمتين وامشي وراهم، وعمرها ما هتحصل، لان جمهور الاهلي واعي وعارف كويس جدا جدا ايه اللي بيحصل وايه ايه الكويس وايه الوحش. مره تانية، مارسيل كولر مدير فني كبير، مفيش خلاف على هذا الكلام. غاب التوفيق خلال الفتره الماضيه ليس معناه الاستمرار في هذا الاداء. الحمد لله حتى الان احنا متصدرين الدوري وبدون خساره ان شاء الله. سبحان الله برضو جالك فتره توقف مفيده جدا 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 لمجموعه اللاعبين اللي هيكونوا موجود اللي موجودين يعني بعيدين عن المنتخب، هياخدوا اجازه وهيرجعوا من الاجازه يبداوا تمرين اللي انا عرفته بشكل مختلف خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي ناخد بالنا من الناس اللي عايزه تشكك الجمهور في الفرقه. والله انت عند حضرتك فرقه من افضل الفرق، ان لم تكن الافضل فهي من افضل فرقتين او ثلاثه موجودين في افريقيا. انا من وجهه نظري ان هي الافضل، بس عشان ما اكبرش الموضوع قوي تقول لي مش عارف ايه. عفوا. ففريقنا كويس جدا. محتاجين تدعيمات هنجيبها في شهر يناير. ما حدش من اداره الكوره بيستخسر جنيه في اي حاجه. ولكن دايما يظل جمهور النادي الاهلي هو حائط الصد في ظهر النادي الاهلي. هو ده اللي انا متعود منه او متعود من حضراتكم ان انا اشوفه. ما امشيش ورا واحد كل غرضه ان هو يخرب على الفرقه، كل غرضه ان كولر يمشي. واحد من المدربين الجيدين اخطا، نعترف كلنا ان هو اخطا، عنده بعض الاخطاء يعني؟ اه نعترف. محدش يقدر يقول غير كده بصراحة. ولكن على الجانب الآخر لازم كلنا نعترف إن إحنا عندنا مدير فني على أعلى أعلى مستوى. وعندنا إدارة للكورة بتعرف تقيم الأمور بشكل جيد خصوصا خلال الفترة اللي جاية. فده الأساس اللي هنمشي عليه عشان تبقوا بس كل الناس تبقى عارفه. طب انا الاساس ده بجيبه منين؟ من حضراتكم، من جمهور النادي الاهلي، من الناس اللي بتكلمني كل شويه، من الناس اللي بتقعد تقول لي اسلام لازم نقف في ظهر فرقتنا ولازم ندافع، احنا عارفين ان الكولر يعني واحنا محتاج يتقرص. والله بيتقال لي كده، والله بيتقال لي كده، محتاجين نقرص ودنه شويه، مش انا كجمهور. وصل له ان احنا زعلانين منه الفتره اللي فاتت وعايزينه الفتره اللي جايه ياخد كل البطولات. فانا بقول الكلام على الهوا اهو. ولكن قالوا لي برضه وصل له ان احنا في ظهره وان احنا متاكدين ان هو واحد ان هو هيعمل تاريخ كبير جوه النادي الاهلي وواحد من افضل المدربين اللي موجودين او اللي جم في النادي الاهلي في الفترات الاخيره. كان مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر لانه امر بيتكرر كتير خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن حائط صد خلال الفتره اللي فاتت كانت كلها تقريبا عن كولر، لانه بالفعل الناس ماسكه كولر الفترة اللي فاتت كل يوم كل يوم عمالين يضربوا في الراجل. فإن شاء الله الفترة اللي جاية الأجازة بتصفي الذهن وبتخلي الواحد يرجع أفضل من الأول بكتير، وده اللي بننتظره إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية من فريق النادي الأهلي.